قلت هذا واجبي، وانا ك 12 واحد من 12 مليون تونسي اللي قلبنا مع الفريق الوطني لازم نكون حاضر توا، وحاضر ان شاء الله قدره ربي نهار الترشح ونهار 29. دونك جيت لهنا باش واحد يعبر للمنتخب انه الكلنا معاه، الوزاره معاه، الشعب التونسي الكل مع المنتخب الوطني، وهو منتخب كل التونسيين. ان شاء الله قدره ربي نربح. سيد الوزير، يظهر لي انت حكيت تو على اللمسه اللي عملناها واضحه كونه ثم العلاقه لاباس، لكن ثم شويه مشاكل في مستوى الحضور الجمهوري. الجماهير الناس تسال علاش 35,000 حضور جماهيري، بالطبيعه علاش تسال 35,000؟ صحيح يظهر لي ثم مشاكل في رادس، وزاد يظهر لي مازالوا ايامات قليله على المباراه، ما تخافوش يصير هك الزحمه على شراء التذاكر وتولي مشاكل. باهي، ما كناش نجمو راهو ما كناش نجمو ناخذ القرار بتاع ال 35,000 قبل الايامات هذوما. راهو انت اجا احسبها حسابيا، فهمتني؟ ثم نهار 25 المباراه الاولى، نهار 29 المباراه الثانيه، هذه هي معناتها نحن يعني قمنا بواجبنا في اسرع الاوقات باش ال 35 هذوما 1000 يكونوا متواجدين. راهو كان ثم ريس كانوا حتى 35 ما نجمولهمش، وال 35,000 راهو يعتبروا هما 100%، على خاطر ثم ناس بربي هذه ثم غلطه اللي لازمنا راهو ما نحسبوش على 60,000. رانا تفهم فيا، ما نحسبوش على 60,000، نحسبوا على اقل، على 45,700. فهمت كيف؟ على 45,700 هي طاقة الاستيعاب القصوى. هذا علاش؟ على خاطر ثم مسائل أمنية اللي لازمنا ناخذوهم بعين الاعتبار. فهمت كيف؟ على وبه، وتعرفوا أنتم أنه لي دو فيراج فيهم إشكال وكذا وكذا. دونك بالنسبة لنا نحن 35,000 راهو أقصى ما يمكن توفيره. سيد الوزير، حاجة بالإسلام للجزائر مثلا، المالي كما عملت شنو؟ نبعثوا الجمهور مثلا طائرات فيهم أحباء، المالي كما عملت مثلا بعض البلدان كما الجزائر. باه، راهو نحن عندنا يعني ان سوفنير خايب برشا بحكايه انه نخصوا طيار البر، ونحن حابين كان لاحظتوا حتى في كاس افريقيا حبينا نبعثوا طياره، حتى في قطر حبينا نبعثوا طياره، ومن بعدك حتى بالتنسيق مع وزاره النقل، فهمتني؟ وقع اثناء على الحكايه هذه. علاش؟ تعرفوا في روسيا شنو اللي صار؟ ثم الناس مشات لبرا ما نجمتش تدخل تتفرج في البارتي. فهمت كيفاه؟ راهو فوالا هي سي ان بروبليم تاع اجونس دو فواياج. دونك هذايا راهو اخص نحن كوزاره اشراف، اول حاجه نفكروا فيها هو انه التونسي يمشي يتفرج في الفريق الوطني بتاعه. اما يا خويا ما ناخذوش الريسك انه تونسي يمشي يتفرج في ظروف حتى صحيه ما نعرفوش كيفاه هكا، ولا وانتم تعرفوا انه حتى يعني تيران ما نجموش يدخلوا له. دونك الريسك هذا عمرنا ما ناخذوه، ناخذوا الريسك في تونس ما ناخذوش الريسك البر. سيد وزير، سؤال اخير، خممتوا في ال 35,000 اللي حاضرين لهوني، لكن ظهري ما خممتوش في مواطنينا بالخارج، يستحيل باش تحط الفونت اون ليني. ثم برشا عباد جايه هي ولادها قاصه تسكر، مش باش يدخل الماتش يلقى روحه يتفرج في قهوه. كيفاش الوحده هذه؟ والسؤال الثاني قد نربط باش ما نخلي لغيري الكلمه، النقل التلفزي هل كان بالفعل هو قرار من السلطات العليا، من اعلى سلطه في الجمهوريه هو اللي خذ القرار هذا نتاع النقل التلفزي؟ باهي، بالنسبه للنقل التلفزي بالنسبة أولا للمواطن بالخارج واللي يحب يجي يتفرج لهنا في تونس، نتصور أنه راهو ينجم يخلط. إذا كان ما خلطش ثم على الأقل قرار به اللي هو مفرح ينجم يتفرج في الوطنية على الأقل في تونس. هذايا اللي قعدنا نستناو فيها عندنا قداه، والقرار هذايا بتاع أنه العودة لل يعني للبث التلفزي هو قرار راهو مشترك، فهمتني؟ بين التلفزة ووزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة، يعني اللي هي اعتبرت هذاك ستون دوزيام فاز تنزيد نشوفوها. أما القرار هذايا الأطراف هذايا الكل هي اللي تكتلت باش البث التلفزي يعاود يرجع، والبث التلفزي يعني يعمل كوفرتور بتاع ماتش مالي وبتاع